في احدى التطبيقات برضو ممكن يقابلك ان انت عندك دايمنشن تيبل في الكاتيجوريز بالمنظر ده، ولكن الفاكت تيبل يكون العمود الكاتيجوري فيه كذا كاتيجوري على ترانزاكشن الواحد. على سبيل المثال ان التاريخ دوت احنا بعنا كاتيجوري A و B، الفاليو مثلا بتاع السيلز او الفاليو بتاع الكوانتيتي 46، والتاريخ دوت احنا بعنا A و B و C وهكذا. طيب فاحنا عندنا هنا مشكلة الديليمنتيشن، او ان هو الكاتيجوريز كلها في رو واحد. طبعا على حسب برضو التطبيق انت عايز في الاخر الداتا تبقى ازاي هتتعامل معها. بس مثال للتعامل مع الموقف دوت ان انت هتعمل سبليتنج من الترانسفورم، هتستخدم سبليت كولومن باي ديليمتر، وهو اوتوماتيك الباور بي اي هيديتكت ان هي الديليمتر او الفاصل عندك اللي هي الكوما. هتستخدم في الحالة ديت اللي هي ادفانسد اوبشن عشان ما يعملش ديليميتيشن على الكولوم بس يعمله على الرو. تختار الرو وتقول له اوكي. بالمنظر ده هيعمل رو، هيبتدي يدوبليكيت التاريخ بتاعك على اساس الايه الكاتيجوريز اللي كانت موجوده. فعمل مثلا لنفس اليوم بتاع يوم 16 للكاتيجوري A نفس الفاليو، وليه لكاتيجوري B نفس الفاليو. فطبعا دي على حسب انت عايز تشتغلها ازاي، بس دي هتفيدك ان انت لما تيجي ترجع هنا تعمل كلوز اند ابلاي. وهنروح للموديلنج هنلاقي ان هو عمل لي الايه كونكشن ريليشن شيب اوتوماتيك اللي هي 1 تو ميني. فلو انت في الريبورت عايز بقى مثلا تشوف بالتواريخ، على سبيل المثال انا عندي الفاكت تيبل، هاخد الكاتيجوري والديت والفاليو، وهحط في التواريخ في الاكسس، وفي الليجند هحط الكاتيجوريز. فبالتالي لو هنعمل فلتر بالكاتيجوري من الدايمنشن تيبل نعمله زي اكنه زراير. فلو انت في الحاله ديت هتختار كاتيجوري A، هيبتدي ان هو يظهر لك في كل يوم من الايام كاتيجوري A ده كانت الفاليو بتاعته كام. كاتيجوري B نفس الكلام لوحده، كاتيجوري C نفس الكلام. بس طبعا بير ان مايند او تبقى واخد بالك ان انت الكاتيجوريز ديت كانت موجوده كلها في نفس الاوردر او في نفس اليوم. فانت ممكن بالتالي ان انت تبتدي بقى ان انت تعمل شويه ترانسفورميشن اضافيه، بحيث ان انت تاخد الافريج او تعمل جروبنج كفاميلي برودكت، او ان انت تبتدي ان انت تعرف سيجمنتيشن للكومباينيشن ما بين البرودكتس ديت. اتمنى ان هو يكون الفيديو دوت برضو ادالنا فكره ازاي نتعامل مع السبليتنج للسل الواحده او للخليه الواحده في نفس الرو. شكرا، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم.